هاتم عمور يكشف حقيقة ظهوره رفقة حراس شخصيين بشفشاون. أثار مقطع فيديو يظهر فيه المغني المغربي هاتم عمور يتجول بمدينة شفشاون رفقة حراس شخصيين موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي. وتلقى عمور انتقادات لاذعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بخلق البوز وحب الظهور. حاتم عمور وفي اول تعليق له على مقطع الفيديو كتب على صفحته في الانستغرام: انا ولد باب الله والناس اللي تعرفني غتفهم كلامي فيديو اللي فيه معايا الحراس بمدينة شفشاون داخل في عمل فني تصويري ما عندوش علاقة بما يروج حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي. واضاف: انا ولد الحي المحمدي يعني ولد الشعب، عمري ما نتكبر على اي انسان وسولوا حبابي عليا.